بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة بيستمر الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحار على السواحل الغربية. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وفي كمان نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وكمان فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفي فرص لأمطار ضعيفة خفيفة على القاهرة الكبرى. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس، خصوصا أن امبارح حصل فيه أجواء كده مختلفة، يمكن كل الفصول الأربعة حصل امبارح. بالفعل يمكن احنا بالامس شهدنا نشاط رياح اللي كان مثير للرمال والاتربه، ارتفاع ملحوظ في الحراره، بالاضافه كمان كان سقوط امطار متفاوت الشده في اغلب المحافظات، واستمر معانا حتى الساعات الاولى من صباح اليوم في اغلب المحافظات اللي كانت موجوده في الجمهوريه. متوقع اليوم استمرار تاثرنا بالكتل الهوائيه الجنوبيه الصحراويه، فبالتالي هيكون في استمرار للارتفاع الملحوظ في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى هتكون 40 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس بالأجواء الشديدة في الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات النهار، خاصة كمان إن اليوم هنلاحظ زيادة فترات طلوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون طبعا في انخفاض في درجات الحرارة، لكن احنا أيضا هنلاحظ إن درجات الحرارة الصغرى فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والأجواء أصبحت أكثر اعتدالا من الايام الماضيه، فبالتالي ان شاء الله هتكون معتدله في اغلب محافظات الجمهوريه. طيب الموجه اللي احنا بنتعرض لها اليومين دول هتنكسر امتى، ولا احنا مستمرين فيها؟ هو طبعا اليوم لسه مستمرين في التقلبات الجويه ومستمرين في موجه ارتفاع في درجات الحراره وكمان نشاط الرياح، لان احنا اليوم كمان متوقع استمرار نشاط الرياح اللي سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، واللي هيكون مثير للرمال والاتربه في اغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد سيناء مدن القناه، واللي وارد ان هو يؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، مع وجود كمان فرص للامطار الخفيفه واللي قد تكون رعديه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه الوجه البحري، وقد تمتد بفرص ضعيفه وخفيفه لمناطق من القاهره الكبرى. لكن مع غدا ان شاء الله تبدا تاثر علينا مصادر كتل هوائيه مختلفه، كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فان شاء الله مش هيكون في اي اتربه ورمال مثاره. يمكن كمان مع مساء اليوم هتبدا الاتربه والرمال المثاره مع الجبهه البارده الشماليه تزال من اغلب المناطق، ومع غدا السبت يكون في مزيد من الاستقرار في الاحوال الجويه، تنخفض درجات الحراره بحوالي 5 إلى 6 درجات على اغلب محافظات شمال البلاد، فبالتالي غدا العظمى على القاهره الكبرى هتكون 34 درجه مئويه، 34 درجه مئويه احساسنا بها احساس حار فتره النهار، ويمكن الاحساس الحار والاجواء الاشبه بالاجواء الصيفيه دي هي السمه الاساسيه خلال الايام المقبله، بس النهارده مهم جدا ننصح كل الساده المواطنين بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، يعني احنا لو موجودين في الشارع يبقى معانا غطاء للراس الشمسيه او كاب، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل اذا استمعت تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، لو احنا هنخرج النهارده لازم نرتدي الكمامات، ولو احنا قائدي مركبات او مسافرين على الطرق مع وجود الاتربه والرمال المثاره لازم تكون القياده بهدوء تام، ونبتعد عن اعمده الاناره، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، الاشجار، المباني المتهالكه، وان شاء الله السلامه للجميع، وان شاء الله بناكد مع يوم السبت الاجواء تبقى اجواء مستقره على اغلب مناطق الجمهوريه. طب خليني اسالك على الامطار، لان احنا شهدناها امبارح، هل هي مكمله معانا بنفس الكميه ان هي خفيفه شويه؟ هي طبعا هتكمل معانا اليوم في بعض الاماكن بنفس الكميه اللي بتاعت امبارح، يمكن كمان اقل، لان هي فرص الحدوث النهارده هتكون اقل من اللي شهدناها بالامس، هتكون موجودة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ممكن توصل خفيفة جدا لمناطق من القاهرة الكبرى لكن أقل من الأمس، وبعدين كمان هنشوفها في أماكن وأماكن أخرى لا، فإن شاء الله ما فيش منها قلق تماما، الأمطار مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 40 والصغرى 24، العاصمة الإدارية 40 24، اسكندرية 33 20، العلمين الجديدة 32
20، مطروح 25 18، دمياط 35 21، بورسعيد 35 22، الإسماعيلية 40 24، السويس العظمى فيها 38 والصغرى 24، العريش 40 21، كاترين 32 14، طابة 36 24، حلايب 33 28، شلاتين 36 25، شرم الشيخ 40 28، والغردقة 38 27. نروح للفيوم العظمى فيها 41 والصغرى 25، بني سويف 41 25، الوادي الجديد 42 28، أسيوط 42 25، سوهاج 41 26، قنا 42 27، الأقصر 42 27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 43 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنرجع لأحمد وباسنت نكمل معهم باقي فقرتنا. شكرا لك يا لميا، وربنا يحفظ الجميع بالتأكيد، والشكر موصول لدكتورة منار غانم. شكرا.